ازيك يا باشا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامح؟ واخبار معانيك؟ الحمد لله بخير يا فندم. الحمد لله. بقول لسعادتك، انا احمد بتاع بحري في دمين، اللي سعادتك بعتنا للدكتور امان الله. تمام. واخد بال سعادتك؟ طبعا الجماعه دلوقتي حضرتك جايبين قوه من الشرطه وطالعين على البحر تطهير. ايوه. صراحه يعني المهندس ايمن نظر، الراجل بصراحه تعبان معاه جدا، والناس كلها بتشكره صراحة يعني. فدلوقتي حضرتك في مشكلة اللي هي تعتبر أهم حاجة في الموضوع، عايز أبلغ سعادتك بيها وسعادتك تبقى مكفل إنك تتابع بيها، اللي هو الهضار بتاع سمرو في بحر في دمين. أيوه. في متر وعشرة زيادة فتحة الجنبية. أنا كلمت الباشمهندس أيمن واخد بال معاليك، قال لي لا، اللي إحنا ما بنجيش نهاية الهضارات. واخد بال معنيك؟ طب ليه يا باشمهندس؟ قال لي لا، ده دي بتخش في مش عارف، قال لي حاجه كده انا ما فهمتهاش. هي المشكله دي اللي هي كنت حضرتك بعت لي الصور بتاعتها؟ ايوه، بتاع الشجر اللي ناشف والبحر ما فيش ميه نازله فيه والفتحه مليانه زباله. وقلت لي محتاجه ان هي تتطهر دلوقتي، هم جابوا قوه من الشرطه. يا استاذ سامح حضرتك، انا ما كنتش بتكلم على تطهير، انا كنت بتكلم ان ما كانش فيه ميه بتوصل للارض. 286 فدان. ايوه. انا عندي منهم 46 غراب اللي هي المانجا. ايوه، انا اسمعني طيب علشان اوصل معاك، لان حضرتك بتكلمني وكاني حافظ المشكله دي وكانها المشكله الوحيده، فاعذرني. تمام. انا ابتديت اتذكر معاك، حضرتك لما كلمتني قلت لي الميه ما بتوصلش، ليه؟ قلت لي عشان في مخلفات والبحر ناشف والبحر مرتفع. قلت لك اللجنه تيجي تعمل معاينتها يشوفوا السبب ايه ويبتدوا ان هم يطهروا علشان الميه توصل، مش ده اللي حصل يومها؟ ايوه يا فندم، ما هو في نقطه اقول لسعادتك عليها. ايوه، هو حصل التطهير مفيش مشكله، بس دلوقتي الفتحات المكسره احنا عايزين نعملها، لان طبعا منسوب الميه يتحسن، انا ما انكرش. بس أيوة. طبعا انا ناقص من الفتحه بتاعت 20 سنتي، يعني حتى الوقت اللي انا باخده بال 46 قرات اللي هم المفروض 6 ساعات كل 14 يوم. طيب. ما بيجيبوش، يعني كان الاول بيجيبوا 3 قرارات، دلوقتي بقى اصبح بيجيبوا مثلا 16 قرار. طيب. يعني احنا قرارات. نقدر نقول حاجه دلوقتي، نقدر نقول ان احنا المشكله الكبيره بتاعتنا يعني اتحلت وفاضل في جزء فيها عايزين نكمله. الجزء ده ان هو الفتحه يحصل لها نوع من الصيانه علشان تقدر انت تروي مستريح، صح؟ تمام تمام. طيب احنا انتهينا خلاص من جزء. الجزء الثاني ده ان احنا نتابع الفتحه، تبع الفتحه هتابعها لك مع لا الفتحه واحده. طب اقول لسعادتك حاجه يا باشمهندس سامح، مع حضرتك المهندس المسؤول عن الجمعيه الزراعيه بتاع القريه بتاعتنا، عايز يكلم سعادتك ويشرح لحضرتك الوضع بالتفصيل. اديهولي. مع سعادتك يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. عرفني معاك بقى، عرفني المهندس بس. رجب سعيد. المهندس ايمن سعيد. لا، المهندس رجب سعيد. المهندس رجب سعيد، حضرتك مهندس في ايه؟ انا مهندس زراعي. مهندس زراعي. ايه موضوع طيب. الفتحات بالنسبه لحضرتك، عندنا هضار سنرو فيه متر و10 سم زياده. ايوه. وعندنا تاني هضار بهنس المفروض الساعه بتاعته 86 سم، 86 86 سم في متر و15 زياده. تمام. وعندنا تاني جنبيه بن صالح فيها بلاليح كتيره، وبلغنا الري اكتر من مره، لا من ايام الثوره ما فيش اي. طيب انا ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. انا عايزك تساعدني. انا تحت امرك. يعني انتم متصلين عشان نحل لكم مشكلتكم؟ لا، انا اللي عايزك تساعدني. احنا تحت زي ما حضرتك بتشرح لي كده الموضوع بهذه الطريقه المنظمه، اكتبه في مذكره وانا هحدد لك ميعاد مع السيد وكيل وزاره الري، هتروح وتقابلوه تدي له المذكره. تمام. دي وانا متاكد ان شاء الله هو كل نقطه انتوا ذكرتوها هيتم بحثها وهيتم حل المشكله المتعلقه بيها. اكتب المذكره دي وجهزها ورقمنا. تمام. معاك والاعداد. تمام. هيتابع حضرتك وهنحدد لك الميعاد زي ما حلينا الجزء الاولاني، احنا مكملين معاكم. تمام. احنا كده عايزين الجزء الثاني بقى اللي هو يكمل، اللي هو هضار سمر ودي الساعه بتاعته زياده اكتر من والكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده. المذكره دي بعد اذن حضرتك اسمعني طيب، هتكتبها وهتحدد لك ميعاد وهتروح وهتبعت نسخه منها لرقم استاذ احمد عبد الحميد هيديهولك عشان يبقى معانا صوره منها، وهنتابعها لك مع السيد وكيل وزاره الري، وان شاء الله. تمام. كل اجراءاتها هتتم، لان هو راجل متعاون ومحترم، بدليل ان هو استجاب لينا بسرعه جدا، يعني باقصى سرعه، ونزل وجاب لجنه وجاب قوه من الشرطه واشتغل معاكم. فانا بشكرك. تمام. وده فعلا شغال، وهم فعلا شغالين بامانه يعني. بشكرك. احنا مش هننكر الجهد بتاعهم، بس احنا حقوقنا ضايعه في الميه.
طيب ما هو لا انا عشان حقك يرجع مش هيرجع في يوم وليله، انت راجل مهندس زراعي صح؟ يعني فاهم كويس جدا ان المشاكل المتعلقه بهذا القطاع ما بتحلش في لحظه، صعبه لان هي بتحتاج اكيد طبعا بتحتاج مجهود. انت يعني اكتر واحد يعني انت فلاح ومهندس زراعي، لما انا اجي دلوقتي اعمل تطهير لترعه ده مش محتاج مجهود ومحتاج ادوات ومحتاج يعني ترتيب، بطهر مصرف محتاج مني ان انا برضو يبقى عندي امكانيات، بزيل تعديات ده محتاجه وقت، في مشكله في هو الزرعه بتطلع في يوم وليله؟ يعني الفلاح لما بيزرع بيرمي البذره بتطلع بكره محصول ولا فيها مرحله للانبات؟ هو القطاع الزراعي كده. بشكر حضرتك وهنتابع يعني مشكله الري في هذا المكان، خلاص مشكله التطهير ووصول المياه دي انتهينا منها، لكن الفتحات نفسها محتاجه يعني صيانه ونشوف مشاكلها ايه علشان المياه توصل مستريحه في المكان ده. الحاج سيد من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اسامه؟ ايوه اتفضل. انا عندي مشكله في الري يا باشمهندس.